ابدا في المركز الاول. نذهب مباشره الى مقدمه هذا الشوط، نتابع ايضا المقدمه، نتابع الصداره، نتابع العيسائي الذي ظهر بشعار محمد بن علي بن مسعود العيسائي مع الزعفرانه في هذا الانطلاق. والمركز الثاني ايضا شاينيه فهد بن علي بن سفران المري اللي على المركز الثاني. والمركز الثالث يا سلام حشيمه خليفه بن ضبيب سليمان الشامسي يا سلام. والمركز الرابع بن طحنون مع وصاي فهد بن طحنون الهاجري. بينما المركز الخامس مهابه على المركز الخامس هي بن نزيه بن محمد المسافري. في المركز الخامس في هذا الاندفاع الاول نعود سادسا لنتابع وجود نوف صقر بن فالح البقمي على المركز السادس. وفي المركز السابع انطلاقة هنا الصايله في المركز السابع في هذه اللحظه المسري بن سالم بن عرطي الحميري. بينما المركز التاسع هنا نعود مع وجود الشاي بن سالم بن محمد بن سهيل العامري. والمركز العاشر هنا ايضا نوف لتركي بن مبلش بن سفر البقمي. هذه الاسماء القادمه هنا للمنافسه والاثاره في هذا الشوط، شوطنا الاول. بدينا من خلال هذه اللحظه نحمل هذا الاندفاع، نحمل هذا التنافس، نسير ايضا في هذا الشوط، نطالع بدايه الاندفاع، نطالع ايضا هذه الانطلاقه الاولى في اول كيلومترين من مسارنا في شوطنا الثاني. بعد ان كانت المنافسه في شوط البكار المحليات ايضا في البدايه الاولى، هنا ننطلق مع اذا هنا مع المقدمه. نعود الى مقدمه هذا الشوط، نتابع البدايه بعد ان قطعنا كيلومترين من اول التحدي. والعيسائي متصدر مع زعفران محمد بن علي بن مسعود العيسائي، اذا قادم ليكون حاضر في هذه اللحظه وفي هذه المنافسه على ارضيه هذا الميدان. بدانا هناك في انطلاقات ومنافسه تحمل هذه البداية، تحمل هذه اللحظة. تصل هناك حشيمة خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي يا سلام، الزميل أيضا الذي ينطلق في هذا الشوط ويتقدم إلى المركز الأول. بينما المركز الثالث فهد بن طحنون الهاجري متواجد مع وجود وصايف على المركز الثالث، والتي تطالع أيضا بكل دقة ويراقب أيضا بن طحنون هذا الموقف. هنا المركز الرابع مواصلة شاهينية صقر بن فالح البقمي أيضا في هذا الأسم وعلى في هذا الموقع، الموقع الرابع. والموقع الخامس أيضا مهابة لسيف بن هزيم بن محمد المسافري. ما شاء الله من كل الميادين قدم الجميع في التحدي. الصايل تأتي على المركز السادس المسري بن سالم بن عرطي الحميري. وتظهر هنا نوف صقر بن فالح البقمي الذي يعود مع المركز السابع في هذه المشاركة. بينما المركز الثامن دخول الشايبة سالم محمد بن سهيل العامري. والمركز التاسع هي نوف تركي بن مبلش بن سفر البقمي الذي يعلن هذه الانطلاقة. هذه المراكز اللي بدأت الآن تتقدم إلى المقدمة والتي تحمل هذه البداية في سير يتواصل من خلال هذه الانطلاقات. يطالع هذه اللحظة، يطالع هذه الاندفاعات المتميزة في هذه اللحظة. يا سلام من خلال هذه البداية واندفاع هذا الشوط ومسار هذه اللحظة الأولى التي تعلن هنا انطلاقنا واندفاعنا إلى المقدمة وإلى هذه البداية المتميزة. يا سلام، بدينا في لحظة الاندفاع ومسار الانطلاق الأول، ولا زالت المقدمة هناك من خلال هذه اللحظة. تحمل حشيمة خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي الذي ينطلق مع المركز الأول ويعلن أنه متواجد على القمة. وصايف بدأت الآن بالتقدم لفهد بن طحنون الهاجري على المركز الثاني في هذه اللحظة، حيث التنافس بدأ الآن. والمركز الثالث تحتفظ زعفران محمد بن علي العيسائي من خلال هذه الانطلاقة الثالثة في هذا اليوم. هنا إذا المنافسة، والصايلة بدأت الآن تقترب. مسري بن سالم بن عرطي
الحميري بعد أن تمكنت سرابة في الشوط الأول إذا من تقديم عرض خط النهاية. هنا إذا تصايلة سري بسالم بن عاطي حميري متواجدة، وهناك سيف بن نزيم بن محمد، أو هناك المتابعة أيضا لصقر بن فالح البقومي مع نوف في المركز الخامس في هذه اللحظة، وأربع كيلومترات هنا تحمل هذه اللحظة ستة. المركز السادس تتواجد في شايبة سالم محمد بن سهيل العامري، والمركز السابع هنا انطلاقة شاينية فهد بن علي بن سعيد سفران الذي يعلن أيضا هذه اللحظة، وعلى المركز الثامن سيف بن هزيم بن محمد المسافري مع نوف على أو مع مهابة في هذه الانطلاقة، والمركز التاسع أيضا تعلن تواجدها، هي متواجدة في الشوط نوف تركيب بن مبلج بن سفر البقمي. تواصلنا وبدينا بالعد التنازلي، نحمل انطلاقتنا التي تبدأ في هذه اللحظة، حاملين أيضا كل الإثارة كل المنافسة على هذا اليوم الجميل. يا سلام، بدينا من خلال هذه اللحظة نحمل هذه الانطلاقة الأولى التي بدأت هنا في هذه اللحظة. نتابع أيضا المقدمة ونشوف هنا المنافسة الثنائية بن ضبيب يتقدم الصفوف، يتقدم المراكز، يتقدم هنا في هذه اللحظة خليفة بن ضبيب سليمان الشامسية. السلام ووصايف بدأت الآن بالتقدم فهد بن طحنون الهاجري، هل يبقى السلام هنا؟ ولكن قد يتحول الناموس إلى المملكة من خلال وجود وصايف في هذه اللحظة. المركز الثالث الشايبة سالم بن محمد بن الخطورة على هذه الانطلاقة، والمركز الرابع ضيفة هي نوف صقر بن فالح الفقمي، أيضا في المركز الرابع والخامس العيسائي محمد بن علي بن مسعود العيسائي مع زعفرانه. يا سلام، بدأ الآن اقترابنا من الختاميات وبدأت شعارات أيضا تتواصل. يا سلام، خماسية، وهنا السداسية تضم الصائلة أيضا لمسري بن سالم بن عرطي الحميري. هذه الأسماء الأولى التي تحمل هذه المنافسة وتحمل هذا الاندفاع، تحمل هذه اللحظة التي تتقدم فيها اندفاعات هذا الشوط من خلال هذه البداية. يا سلام على البداية والاندفاع ولحظات الانطلاق الذي يحمل هذه اللحظات. يا سلام، متابع المقدمة لا تزال هنا على المركز الأول اللي بدأت الآن تتقدم مع دخولنا إلى 3 كيلومترات. بوابة الانتصارات الشايبة سالم محمد بسيل العامري الذي ينطلق مع مقدمة هذا الشوط، يحمل هذه البداية على هنا في المقدمة على المركز الأول من خلال هذه الأسماء الموجودة هنا في الكشف المتواجد. يا سلام على إذن هنا الشايبة التي تحمل أيضا سالم محمد بسهيل بن عويضان العامري أيضا من خلال هذه الأسماء، والمركز الثاني أيضا وصايف فهد بن طحنون الهاجري، بينما المركز الثالث منطلقة حشيمة، في المركز الثالث خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي ينطلق هنا. بدأ التقدم أيضا من الضيوف القادمون، هي نوف تركي بن مبلج بن سفر الفقمي، وهناك أيضا يتواجد العيسائي محمد بن علي بن مسعود العيسائي مع زعفرانه، والمركز الخامس أيضا هنا نوف صقر بن فالح البقمي مع المركز السادس. هذه الأسماء التي تعلن أيضا انطلاقنا ودخلنا في 2 كيلو الأخيرة التي تحمل هذه البداية. نطالع هذه اللحظات، نطالع هذا المسار، نطالع انطلاق هذا الشوط في هذه الاندفاعة الأولى التي تحمل هذا المسار. هنا مقدمة الشوط في هذه اللحظة، ونعود إلى المقدمة نتابع أيضا. أنا أتمنى من الأخوة المضمرين أيضا محاولة البدء في هذه اللحظات اللي تتابع هذه الانطلاقة. نقترب من اللوحة القادمة لهذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلاقنا إلى المقدمة ونقترب أيضا من لوحة الإعلان، فقط لإبلاغ الأخوة المضمرين أيضا بأننا على موعد مع خط النهاية في وصولنا في هذا 1200. إذا وصلنا إلى لحظات الاندفاع النهائي التي تبدأ
في هذا الشوط ويبدا فيها التقدم لهذه الانطلاقه. هنا وجود نوف تركي بن مبلش القميل اللي بدا الان يتقدم للمركز الاول بعد ان سمع الندى وسمع ايضا نتواصلنا مع لحظات النهايه ودخولنا للكيلومتر الاخير. وايضا سالم محمد بن سيد بن عويضان العامري مع المركز الثاني شايبه، والمركز الثالث وصايف فهد بن طحنون الهاجري، بينما المركز الرابع هناك متواجد نوف صقر بن فالح لبقميع المركز الرابع، والمركز الخامس منطلقة شايني فهد بن علي بسعيد السفران المري. هذه الأسماء الأولى، وهنا الإثارة نبقى من خلال هذه اللحظة كما تحدثنا عن الترشيحات في بداية هذا الشوط، هي وصايف المنافس القوي والعنيد، فهد بن طحنون الهاجري اللي بدأ الآن يتحرك، بينما المركز الثاني نوف تركيب مبلج بن زبر البقمي، وهنا دخول في هذه اللحظة من الشاينية فهد بن علي السفران المري. يا سلام اللي بدأ الآن ينطلق للمركز الرابع، وأشوف المركز الرابع من يتواجد على، ولكن أعود إلى المقدمة وتابع هذه الانطلاقة النهائية. وجود وصايف على المركز الأول في هذه المنافسة، والدخول اللي بدأ الآن في لحظات الاندفاع النهائي. يا سلام يا سلام، وصايف بدأت تتسلل بدأت تنتقل أيضا. الدمام يحتفلون في هذا الشوط أيضا من خلال وجود وصايف، يا سلام، في هذه الانطلاقة وأيضا وصولها وانطلاقها من خلال هذا المسار. تهانينا والناموس لفهد بن طحنون الهاجري على انطلاقة وصايف في اللحظة الأخيرة إلى مقدمة هذا الشوط وخط النهائي، بينما المركز الثاني الشاهيني فهد بن علي بن سفران، والمركز الثالث نوف تركيبه مبلش البقمي، والمركز الرابع ايضا هنا نوف لصقر بن فالح البقمي، وتتواصل الانطلاقات. هنا مع المقدمه مع المركز الاول نتابع وجود وصايف. تهانينا والناموس لانطلاقه هذه اللحظات بوجود هذا الانطلاق. ايضا 13 دقيقه 6 ثواني 5 من الاجزاء من الثانيه هو التوقيت الزمني الذي اطلق ايضا نهايه هذا الشوط. تهانينا فهد بن طحنون الهاجري، المركز الثاني كان لشايني، في المركز الثاني اللي قدمت ايضا هذا الاداء الممتاز. فهد بن علي بن سعيد بن سفران المري 13 دقيقه 8 ثواني 5 من الاجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس، المركز الثالث كانت نوف، المركز الثالث تهانينا تركيب مبلش بن سفر البقمي في هذه اللحظه من خلال 13 دقيقه 8 ثواني 6 من الاجزاء من الثانيه. نهني الجميع بهذه الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل ويا